السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل شريحة خاصة بأسامي العملاء أو الموظفين ونحط صورة ليهم. طيب، أول حاجة أعملها إن أنا هدخل جوه السلايد ماستر، وتقدر تعمل الموضوع دوت في أي سلايد عليه، بس هنعمل دلوقتي السلايد ماستر. هنيجي على الشريحة زي دي نكررها وأقول له إن أنا عايز insert بلاس هولدر، وأروح أقول له إن أنا عايز أضيف تكست وليكن ده الاسم مثلا، الاسم تقدر تخليها بالانجليزي برضه مفيش مشكلة. طيب، وبعد كده عايز اضيف صورة بالشكل دوت. طيب، اضيف بعد كده شيب، وبعد كده اعلم على البيكتشر والشيب واقول له ان انا عايز اعمل لهم انترسكت بالشكل دوت. وبعد كده هاخد الثلاث حاجات دول كوبي بيست كوبي بيست بالشكل دوت، وبعد كده اقول له كلوز ماستر. وبعد كده خلينا نعمل شريحه جديده ورايت كليك لي اوت، ونروح نختار الشكل اللي احنا عملناه. اللي هو دوت. وبعد كده هتيجي هنا تلاقي نفسك تكتب مثلا عمر، وتكتب هنا مثلا مدرب، وهتيجي هنا على الصورة تدوس هنا وتختار بقى الصورة. هيعملها على شكل دائري زي ما انت شايف.